خير جليس في الزمان كتابه، حكمة قيلت لقيمة الكتاب لما له من مكانة كبيرة متميزة بين عشاقه. كان الأصدقاء في ستينات القرن الماضي يتبارون فيما بينهم في القراءة وبيتسابقون في إنهاء لما بدأوه. يعني الكتاب يتنقل ما بين أفراد البيت الواحد عشان ليصل في النهاية بين الجيران والأصدقاء ليتنقل فيما بينهم. ده برضو بنقول يا كريمة لقيمة الكتاب وأهميته. أنا لما أقرأ كتاب قيم أحب أن أنا أهديه لك عشان أنا كنت لسه هقولك مش بس في الستينات، بالعكس يعني يمكن لحد وقته، يمكن لحد مثلا ما كنت أنا في الجامعة يعني مثلا يعني الستينات برضو كريمة. طبعا يا هاجر بتحبني قوي يا جماعه. يعني كنا متعودين احنا وزمايلنا لو في روايه، لو في قصيده، لو في يعني كتب او كده، كنا بنبدلها مع بعض عشان نقراها. يمكن طبعا روتين الحياه اليوميه والانشغال الدائم هو اللي خلى الدنيا اختلفت تماما. الراديو والتلفزيون بقى جزء كبير جدا من حياتنا، الانترنت للولاد وللكبار والشباب وكله بقى يعني ملتهم كل وقتنا تقريبا. يعني ده خلانا ان احنا ما بقناش نقرا، ولو بنقرا احنا بندور يعني عايزين حاجه في السريع، يعني ايه اسهل حاجه يعني. ايوه محتوى الكتاب ده ايه وخلاص يعني. خلينا ان احنا نتعرف على طريقه جديده او مختلفه في القراءه، دي اللي هنتعرف عليها من خلال ضيفتنا في الاستوديو اللي بنرحب بيها، المدربه سحر سامي، مدربه الخرائط الذهنيه. وهنبدا معاكي حوارنا مباشره. يعني طبعا اهلا بيكي في البدايه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. يعني استاذتنا، يمكن انا عايزه اعرف هو ايه اللي حصل؟ ليه ما بقيناش بنقرا؟ ليه ما بقاش الكتاب بيلف علينا؟ ليه بقى الايباد الايبود كل الوسائل التطور والحداثه دخلت على مجتمعاتنا وتراجع الكتاب قليلا؟ هو زي ما انتوا قلتوا في المقدمه، ان احنا ضغوط الحياه اليوميه وروتينات الحياه اليوميه وكثره التكنولوجيا اخذت من وقتنا. يعني لو ما فيش الوسائل التكنولوجيا، ما فيش الفيسبوك، ما فيش تويتر، الكلام ده كله بيأثر كتير على وقتنا، بيبتدي ياخد جزء كبير من وقتنا، وده في حد ذاته بيعمل لنا ثقافة معينة ولكنها ليست بقيمة قراءة كتاب كامل. فده من أحد الأسباب إن احنا ما بقيناش نقرأ زي الأول، أو ما بقيناش نتبادل الكتب، أو ما بقيناش إن احنا نتهافت على القراءة. ولكن ده في حد ذاته بيشجع عقلنا ان هو يعالج كميه اكبر من المعلومات. ده اللي انا كنت عايزه اسال حضرتك فيه. فكره خمسه لعقلك، او يعني عايزه اعرف ايه فكره خمسه لعقلك. انت صفحه حضرتك دشنتيها على الفيس. تمام بالظبط. طيب يعني برضو استخدمتي التكنولوجي، يعني احنا مش بنتهمها، يعني التكنولوجيا مش في كلها مش موبايل طبعا سيء، في حاجات ايجابيات كثيره جدا يعني. كلمينا بقى عن فكره الصفحه دي ويعني ايه خمسه لعقلك. خمسة لعقلك ان احنا في وسط المعلومات الكتيرة اللي بتدخل لنا على الفيس وعلى تويتر وعلى وسائل السوشيال ميديا كلها، فليه في النص ما ناخدش خمسة لعقلنا؟ احنا كده كده عقلنا بيعالج كمية كبيرة قوي من المعلومات. الجيل بتاعنا بيدخل له عدد اكبر من المعلومات من الجيل اللي قبلنا، من الجيل اللي قبلنا، وهكذا الاجيال اللي بعدنا بيدخل لها وعقلها بيعالج كمية اكبر من المعلومات. فليه ما نعرفش ازاي ان احنا ندخل المعلومه صحيحه بحيث ان هي تثبت في الذاكره، بحيث ان احنا نبتدي لما نقرا كتاب نستفيد منه الاستفاده القصوى ليه، بحيث ان احنا ننمي عقلنا في وسط المعلومات الكتيره قوي اللي بتدخل لنا. فدي كانت الفكره عن موضوع خمسه لعقلك اللي احنا بننشره على الصفحه عندنا. طيب الصوره تساوي ألف كلمه، كلمينا يعني ايه، وضحي لنا الموضوع. الصورة تساوي ألف كلمة دي مقولة قديمة جدا وبتقال في مناسبات كتيرة جدا، ولكن تفسيرها بالضبط مش كتير من الناس تعرفه. احنا بنستخدمها في لغة التلفزيون تملي طبعا يعني. احنا كنقول ان احنا مش اطفال، ان احنا كناس مثقفين، او ان احنا نبتدي نقرا كسن اكبر، دايما لما نمسك كتاب في جزء كبير قوي مننا اول ما يمسك الكتاب يقعد يبص فيه بيدور على الصور. تمام، ده بيحصل. ويمكن الغلاف لما بيبقى عليه صور تكون جذابه بنبتدي ان احنا نفكر ان احنا نقرا اللي جواه. صح. او مش مفهومه. طيب ليه بيحصل كده مع ان المفروض الكتب دي للسن الكبير؟ فبتلاقي الكتاب من اوله لاخره كلام بفونت واحد بنفس اللون، ما فيهوش الوان، ما فيهوش صور. ليه احنا بندور على الحاجات دي مع ان هم المفروض الكتاب للسن الكبير ما فيهوش الكلام ده؟
لان احنا عندنا لو نيجي نتطرق لاصل الموضوع ان المخ البشري مقسوم الى قسمين. لما بنيجي نشوف الشكل اللي احنا بنشوفه في اي صوره للمخ بنلاقي فصين او قسمين، فص ايمن وفص ايسر. الفص الايمن هو مسؤول عن معالجه الصور، عن الرسم، عن الموسيقى، عن الالحان، عن الكلمات، عن الابعاد، عن اي حاجه فيها كرييشن او اي حاجه فيها ابداع. اما الفص الايسر فهو مسؤول عن التحليل والقوائم والمنطق واي شيء به جزء من التحليل. فاللي بيحصل ان احنا نتيجه دراسات علميه وتجارب تم اثباتها ان احنا لا نستطيع ان احنا نفكر بنصف واحد فقط، بنصف ايمن فقط او نصف ايسر فقط، ولكن الاثنين بيشتغلوا، محتاجين تكامل بين الاثنين. طيب انا هستاذن حضرتك في حاجه، لان محتاجين ان احنا علشان نستكمل هذه النقطه محتاجين ان احنا نتعرف على اراء الناس في فكره القرايه نفسها وايه اللي بيجذبهم اكتر في الكتاب. تعالي نروح مع مشاهدينا الكرام نتعرف على اراء مجموعه من المشاهدين والجمهور ونعود من جديد لاستكمال هذا الحوار. أنا شايف إن الشباب هم المقبلين على القراءة أكتر من أي حد تاني، يمكن ده كهروب من الواقع المحيط حوالينا، وده في حد ذاته ظاهرة جيدة، وأعتقد إن هي بتتنامى بشكل مضطرد يعني. أنا شايف القراءة في ازدياد، يعني عدد الشباب اللي بيقروا كبير جدا مش قليل، بدليل بتشوفي تقريبا المكتبات بتفتح فروع جديدة في كل مكان، لو مشيتي في الشارع هتلاقي فرش كتب في كل مكان، ده دليل ان الكتب صارت بضاعة رائجة، يعني في زبون كتير ليها. القراية عموما في العموم ما قلتش، لان الناس بتقرا في كل حتة، بتقرا جرايد، بتقرا كتب، بتقرا انترنت، مجلات، كل الكلام ده، وبالذات على الانترنت بيقروا كل حاجة. هو انا من الجيل الجديد، بس انا شايفة ان القراءة زادت الايام دي. انا يعني وصحابي بقينا بنجيب كتب دايما وبنقعد نقرا وبنحبها كتير عن زمان. يعني دلوقتي لا، بقينا بنيجي المكتبه ونشوف الكتب والحاجات الجديده ونقول لبعض ونشتري. ف يعني شايفه دلوقتي لا، ان احنا ابتدينا نقرا اكتر والناس بقت بتحب القرايه اكتر. هو زمان طبعا يعني اصل بتاع زمان ده كان بيقرا مين؟ كان بيقرا نجيب محفوظ، يوسف ادريس، لكن بتاع النهارده بيقرا حاجات اللي هي التسليه، يعني موجود في ميكروباص، موجود في قطار، موجود في بشكل عابر، فبيجي الحاجه اللي تاخد معاه نص ساعه او ساعه وخلاص وتمشي من دماغه. فبس ده بيعمل رواج لنوع معين من الكتاب، من كتاب الادب الجديد حاليا، الادب الرعب والسسبنس والكلام ده. مكملين معاكم مشاهدينا، كنا بنتكلم قبل تقرير او قبل ما نستطلع اراء الناس مع المدربه سحر سامي، مدربه الخرائط الذهنيه. مرحب بيكي المره الثانيه. كنا بنتكلم مع حضرتك على القراءه بشكل عام، ما تعليقك على الناس؟ يعني انا شايفه ان مختلف الاعمار السنيه، مختلف لو قلنا مثلا الرجال او النساء، في نوع من الوعي والقدر من الثقافة لأهمية القراءة وأهمية الكتاب، ولكن البعض في نوع من التسرع أو السرعة، عايز الكتاب الصغير اللي يقراه بسرعة. رأيك إيه في اللي أنت شفتيه؟ رأيي أنه فعلا في القراءة في ازدياد، لأن مؤسسات إنتاج الكتب ومؤسسات الطباعة ابتدت تنتشر عندها التكنولوجيا أنها إزاي أجذب القارئ. فزي ما حضراتكم ذكرتوا ان احنا لو الكتاب فيه صور جذابه هبتدي ان انا انجذب لقراءته اكتر، لو الغلاف شدني عليه صور غامضه او صور جذابه هبتدي انجذب لقراءته اكتر. فابتدت التكنولوجيا دي او ان الوعي ده يبتدي يدخل في الكتب، فالقراءه فعلا في الزياده، بخلاف ان الوسائل الحديثه انا مش لازم يبقى معايا كتاب وامشي بيه، لا انا ممكن على التليفون بتاعي، ممكن على الايباد، ممكن وانا في اي مكان احمل بالظبط كده، احمل الكتاب واقرا منه. كمان انا ممكن ابتدي ان انا الخصه عن طريق بعض الابلكيشنز، او ان انا اعرف مجمل الكتاب. فده في حد ذاته ثقافة طيبة. متزايدة بالظبط كده، متزايدة عندنا وسهولة وتناسق مع الأجيال اللي طلع. صحيح بالظبط، عشان تقولي لحد امسك كتاب واقراه ممكن يقول لا، او احنا في جيل تختخ وميكي صعبة. بس سهل انك تقولي له ادخل الموقع ده فيه كتب حلوة ممكن تلفت نظرك. حتى على اليوتيوب ممكن ينزل ملخص او يشوف حد بيتكلم عن الكتاب ويقول رأيه، فيبتدي ان هو خده بشكل مرئي وشكل سمعي غير ان هو مسك الكتاب وقراه. الحقيقه في سؤال مهم قوي يهمني انا شخصيا، الزهايمر. واحنا بننسى المعلومات طبعا، لا يعني لا ترى لنا فضيله، يعني احنا بننسى كل حاجه. يعني ممكن، يعني عايز اقول لك مثلا انا في كتاب قعدت اقراه في سنه،
على ما خلصته نسيت اصلا انا كنت بقرا ايه في الاول، فرجعت قريته تاني من اول وجديد عشان المعلومه تثبت. واوقات بحس ان انا عايزه اقعد اقرا الجزء اكتر من مره عشان حاسه ان انا مش قادره افهم. ازاي ان احنا ممكن يعني نفضل نحافظ على معلوماتنا ولما ناخد معلومه تبقى موجوده مش ندور عليها ما بنلاقيهاش الحقيقه يعني. تمام. للاسف من المشاكل المنتشره ما بين الجميع بيجي ناس مثلا يقول لي انا ذاكرتي ضعيفه، انا مش مركز تماما، انا بقرا كتاب وبنساه، انا 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 كلها مشاكل متعلقه بالقراءه وبالمذاكره وبالذاكره، او حتى في شغله مش مركز وبينسى الحاجات المطلوبه منه. والموضوع ليه اسباب كتيره قوي، منها اسباب خاصه بالتوتر وخاصه بالبيئه اللي احنا عايشين فيها وخاصه بالضغوط، و جهة تانية خاصة بطريقة إدخال المعلومة وقراري في مدى تذكرها. يعني إحنا مثلا وإحنا كنا في المدرسة أو في الجامعة في مواد كتيرة قوي كنا بنذاكرها علشان نمتحن فيها مش علشان نستفيد منها بعد كده. وده نوع مثلا منتشر. فأنا والله طول ما أنا بذاكر بقول يا ريت أفضل فاكر ده في الامتحان، أنا بس لو جالي السؤال ده في الامتحان، فجالي في الامتحان وافتكرته، أول ما بسلم الورقة وأخرج بره ايه اللي بيحصل؟ بنساها اوتوماتيك، بننساها طبعا. فنبتدي نقول على نفسنا، لو جينا مثلا نتكلم عن الماده دي تاني نقول على نفسنا والله انا ده لسه امتحن فيها او لسه قاريها امبارح، بس انا ذاكرتي بقت ضعيفه. ولكن اللي بيحصل ملوش اي علاقه بان انا ذاكرتي ضعيفه، هو حضرتك اديتي اوردر لعقلك ان والله انا الجزئيه دي عايزه القرار عايزه انساها وعايزه افتكرها لغايه وقت معين. حضرتك اخدتي قرار ضمني وحضرتك بتذاكر، مش لازم تقولي. بس عشان اللي بيذاكروا وسامعينا دلوقتي ما يزعلوش مننا، في اوقات بنقعد ناكد على معلومه انا مش هنساها، انا مش، واول ما اشوفها في الامتحان خلاص انا قريتها بس انا مش فاكره عنها اي حاجه. شوفي هو يمكن الموضوع ده مهم، ان يمكن نضرب نفسنا شويه على ان احنا يعني نبقى من جوانا عايزين نفتكر الشيء اللي احنا عايزينه في المستقبل. هنكمل معاكي المدربه سحر سامي بس بعد الفاصل، استنونا. بعد الفاصل نستكمل حوارنا مع المدربة سحر سامي. لسه معانا مدربة الخريطة او مدربة الخريطة الذهنية، مظبوط، الخرائط الذهنية سحر سامي. حديثك ممتع الحقيقة، بالذات انه بيمس القلب الحقيقة، موضوع الذاكرة وضعف الذاكرة والعقل. داخلين على موسم المدارس، فمتخيلة كله قاعد هيبقى مستني ان هو يعرف ازاي ينظم خرائط دماغه يعني. صحيح. نكمل نفس النقطة اللي احنا يعني وقفنا قبل الفصل عنها وعندها، وهي ازاي ان احنا نسترجع المعلومات اللي احنا قريناها ذاكرناها ايا كان بقى. اول حاجه ان احنا زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، القرار هل انا بقرا الورقه دي علشان اتذكرها كمان دقيقه، مثلا في شغل حضراتكم انكم عايزين تقدموا فقره معينه، ولا هل ان انا عايزه افضل فاكراها واستفيد منها. القرار احنا لازم قبل ما ناخد المعلومه او قبل ما نبتدي نحفظ المعلومه بنعرف بالظبط احنا عايزينها لغايه امتى. ومش معنى كده ان احنا علشان نثبت ان ذاكرتنا قويه ان احنا نفضل فاكرين كل حاجه لطول الوقت، لا، كل حاجه وليها استخدامها. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي احنا ممكن نبتدي نتكلم فيها علشان موسم دخول المدارس هو وقت المذاكره وطول وقت المذاكره. بتجيلي مثلا امهات تيجي تقول لي والله انا بنتي كانت بتقعد على المذاكره او على الكتاب زي ما بنقول لمده 8 ساعات ما كانتش بتقوم، وما جابتش نتيجه، والسنه دي مش قادره غير انها تقعد ساعتين. طيب هل الفكره المنتشره ان احنا كل ما نقعد مده اطول في المذاكره ان التحصيل بعدد الساعات بالظبط كده، مش يعني بالكم بالتركيز. ليس بالكيف، ان بالزبط. انا ما اقعدش مده طويله بالظبط، ولكن ان انا اقعد مده اكتر من نص ساعه ده بيكون حاجه مضره جدا، لان احنا في الذاكره وفي التكنيكس الخاصه بالذاكره حضرتك اكتر نقاط بتتذكريها هي نقطه البدايه ونقطه النهايه للموضوع. لا طب بصي، عشان يبقى الموضوع مثمر اكتر خلينا نتكلم، ادينا كده خطه. انا دلوقتي عايزه اذاكر او عندي ترتيب في اولويات حياتي ومش عايزه مثلا انزل ابقى عايزه اشتري حاجه او اعمل حاجه اقول اوف انا نسيت اكلم فلان، نسيت اكلم مثلا حد او اخرج مع حد او مديه ميعاد لحد. لو على سبيل المثال زي ما قلتي المذاكره والمدارس، ان انا انظم وقتي واعرف ازاي ان انا استفيد باكبر قدر من المذاكره في اقل وقت،
انظم الدنيا دي ازاي وما اصابش بالزهايمر اللي بقينا كلنا بنعاني منه. هو احنا ننظم الدنيا دي ازاي؟ ان احنا لازم يبقى عارفين احنا عايزين نعمل ايه. يعني والله انا عايزة مثلا كطالبة ان انا اذاكر مادة العلوم، طب عايزة اذاكر ايه في مادة العلوم؟ طب الفصل رقم كام والباب رقم كام والدرس رقم كام؟ وعايزة اخلص ايه بالظبط فيها؟ ان احنا وهكذا بالنسبة لموضوع الشغل، انا عايزة اعمل النهاردة تاسك معين، فهل هو محدد ولا غير محدد؟ لان هو لو غير محدد هيبتدي العقل يسوف لي الموضوع، لان طول ما هو غير محدد فالعقل مش عارف احنا عايزين ايه بالظبط. منبه كده يعني الارم كده للدماغ، بصحصح دماغي يعني انا عايزه اعمل كذا، وبتكلم كده بصوت عالي يعني اوضح لنفسي انا عايزه اعمل ايه. انا عايزه اعمل ايه واحدد انا عايزه اعمل ايه. طبعا. يعني والله انا عايزه ارتب حاجات في المكتب بتاعي النهارده. طب هل حضرتك مثلا مكتبك كبير قوي، فهل هترتبيه كله ولا هترتبي الجزئيه دي؟ فلازم نبقى محددين. صح، عندك حق. ده رقم واحد. رقم اتنين ان احنا لازم نكتب. لازم نكتب. لا استني بس، النقطة دي مهمة. يعني أنا كنت واحدة من الناس بذاكر شفوي، ما أعرفش أكتب، دي قدرات، وأختي تقدر تذاكر بالقلم. أنا بتكلم في التنظيم، مش في أنا عايزة يعني أكتب هعمل إيه النهاردة. نأيد الشيء اللي إحنا عايزين نعمله من الأجندة لنفسنا. بالظبط كده. بالظبط، لازم نبقى محددين وكاتبين، ويا ريت أول ما نصحى الصبح والله أنا عايزة أعمل كذا وأخلص كذا وأذاكر كذا، يبقى التاسكز عندنا محددة. تمام. لأنها كل ما تكون مبهمة كل ما في حاجة اسمها منطقة الراحة للعقل بيدافع عنها. العقل منطقة الراحة بتاعته في السرحان وفي عدم الاسترسال، ان احنا ناخد معلومات كتيرة ونعالج. بالظبط كده، بالظبط كده. فانا هدافع عن منطقة الراحة بتاعتي. انت جيتي قلتي لي ان انا هنقوم نوضب او نحفظ الكتاب ده كله، نذاكر المادة دي كلها، فانا هحاول، وده من ذكاء العقل، ان انا اجد لك كل الحلول وكل الاعذار والمبررات ان انا ما ذاكرش الكتاب ده. اقول لحضراتكم مثل يمكن يمر بمعظم الناس، ان احنا عندنا كتب في البيت جديده وما قريناهاش، ويمكن الكتب دي تكون محطوطه قدام عينينا كل يوم. صح. بنعدي عليها. طيب وما هو المبرر ان الكتاب ده عندنا بقاله سنه وما قريناهوش؟ كل يوم لو حضرتك كل يوم بسالك والله يا حضرتك ما قريتيش الكتاب ده ليه، كل يوم هتلاقي مبرر شكل، وده برده من ذكاء العقل ان هو مش عايز يتعب نفسه. فلما نحدد ده هيبقى عارف هو هيعمل ايه بالظبط. لما نكتب مش هنتعرض لموضوع النسيان، وهيبقى الموضوع مش في دماغنا بس، الافكار في دماغنا غير او في العقل غير، ان احنا لما نكتبها هنبقى دخلناها في كذا ذاكره ثانيه. يعني وانت بتتكلمي عن الكتابه افتكرت انا بقى كنت عكس هاجر، انا احب اذاكر بالورقه والقلم. وكنت احب بعد ما اخلص مذاكره الخص اللي انا ذاكرته في نوتس كده، نقط عشان اعمل علاقات ارتباطيه. ازاي بقى انا ممكن انا يعني ندي كده روشته للناس اللي بتتابعنا، ازاي ممكن يلخصوا في نقط معينه؟ يعني لو عندي 100 صفحه هل ممكن اقدر الخصها في ورقه واحده وابقى فاكره تفاصيل 100 صفحه؟ ايه؟ لا دي براشيم. لا يا فندم مش براشيم. ده فعلا حقيقه بتتم فلوس كام يا جماعه، انا بتكلم عن فلوس كام. بتتم باستخدام تكنيك الخرائط الذهنيه، واللي هي بتقوم بطريقه مبسطه جدا على انها النصف الايمن والنصف الايسر اللي احنا اتكلمنا عليهم، بتجذب النصف الايمن والنصف الايسر مع بعض. احنا دلوقتي لما هنمسك الكتب اللي المفروض ان هي للسن اللي اتخرج، او مثلا كتب حد في الماجستير او في الدكتوراه او في الجامعه حتى، بنلاقي الكتاب مكتوب بفونت واحد، بخط واحد، بلون واحد، ما فيهوش صور. وكل المعطيات دي بتخاطب النصف الايسر من العقل. طيب النصف الايمن لازم يشتغل، ما ينفعش ان احنا نفكر بواحد فيهم. طب النصف الايمن مسؤول عن الالوان والابعاد والالحان، فيجي دلوقتي ولازم يشتغل، فيخلينا نعمل ايه؟ يخلينا نكتب اسمنا من تحت ونلون ما بين الحروف. أيوة. ونسطر. والله ده بسبب الجزء الايمن من المخ. بالظبط كده، ما هو عايز يشتغل، فحضرتك ما اديتهوش حاجه تغذيه فيبتدي يبتكر. بس برضو الكلام ده مش هيكفيه، شويه بشويه هتلاقي نفسك سرحتي او تخيلتي مثلا، نقول الخدعه الكبرى ان احنا بنتخيل اللي بنقراه، فشويه بشويه هنتخيل، شويه بشويه نلاقي نفسنا سرحنا، العقل سحبنا لمنطقه الراحه بتاعته تاني. ولكن الخرائط الذهنيه بتقوم على انها بتجذب جميع الاجزاء في المخ المسؤوله عن التفكير، بنجذب النصف الايمن والنصف الايسر، فبكده مفيش جزء يسرح،
فزياده فالتركيز بيزيد بنسبه يعني بنسبه 100% درجه اكبر. وكل يعني من غير حتى استخدام تكنيك الخرائط الذهنيه، كل ما ركزنا في شيء كل ما نسبه تذكرنا ليه زادت. يعني حضرتك لو ركزتي قوي في كلمتين انا هقولهم لمده دقيقه هتفتكريهم كويس قوي، غير لما اقعد اتكلم ساعه حضرتك مش مدياني قدر التركيز او الاهميه دي. تمام صح. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ ان احنا بنفتكر، ان احنا نسبه تركيزنا بتعلى. وده الموضوع مش بيقف هنا بس، ان احنا لما هنفتكر كويس او ان احنا نذاكر كويس او ان احنا نجيب درجات كويسه او ان احنا ننجح في شغلنا او او او، الموضوع ليه ابعاد ثانيه. ان احنا لما نبقى الشخص ده هنبقى شخص ناجح. احنا هيبقى انسان منظم في حياته، ابتدى ان هو ينظم تفكيره واولوياته. ولكن انا عايزه برضو اكمل الحوار معاكي في النقطه اللي قلتيها. انا عايزه ابني يبقى انسان متفوق في حياته، فبالتالي انا بنظم له خريطه دماغه او الخرائط الذهنيه ان هو يعمل ايه قبل ايه ويبتدي يركز في الشيء اللي هيذاكره. بس ده بيعتمد على درجة ذكاء الطفل أو درجة ذكاء الابنة والابنة. يعني أنا صح يا كريمة، لكل إنسان قدرات. أنا ما أقدرش إن أنا أطلب يعني ما لا يستطاع من شخص قدراته ذهنية محدودة. إزاي أنا أقدر أقيم قدرات ابني وفي نفس الوقت أدربه على الشيء ده وأوصل بيه لمراحل متقدمة من التفوق العلمي والذهني؟ هو بس في توضيح ان الخرائط الذهنيه ليس المرادف لها تنظيم خريطه العقل الداخليه، ولكن هي اسمها الخرائط الذهنيه لان هي في شكلها وفي تكوينها بتشبه الخليه العصبيه اللي يتكون منها العقل، فاسمها جاي الخرائط الذهنيه. تمام. بالنسبه ان انا ازاي استخدم الخرائط الذهنيه ان انا اتفوق دراسيا او ان احنا نخلي اولادنا يبتدوا يذاكروا بطريقه احسن، ان احنا بنستخدم لهم مهارات النصف الايمن مع النصف الايسر، ان احنا نقدر نستخدم لهم الوان وموسيقى وحركه، حاجات جذابه ليهم. بالظبط كده، بنكسر ايقاع الملل. هي مش ملل بس، احنا بنجذبهم تنشيط كمان. بالظبط كده، بنجذب كل انتباهه. هيسرح فين إذا كنت أنا دلوقتي بخاطبه بكل مكونات عقله؟ أو ممكن نغير له حتى مكان المذاكرة. طبعا مكان المذاكرة كل ما يتغير هيكون عليه عامل كبير جدا. والخرائط الذهنية كمان مش بتعتمد على نسبة الذكاء. الخرائط الذهنية احنا ممكن نبتدي نخاطب بيها ناس أميين. الخرائط الذهنية نبتدي نخاطب بيها أطفال ذو قدرات خاصة. بالظبط كده، لأنها بتعتمد على الصور. بتعتمد على من احد اهم العوامل في نجاح الخريطه الذهنيه او في انها تقوم بالغرض المرادف لها في التذكر وفي التلخيص، ان احنا نستخدم صور. لان الصوره نرجع تاني بتساوي 1000 كلمة. فاحنا ان احنا نرجع لموضوع ان احنا ازاي نقدر نلخص كتاب، ان نبتدي ندور على الكي ووردز بتاعت الموضوع، الكلمات المفتاحيه للموضوع، وناخذها الكلمه المفتاحيه ونبتدي ان احنا نعمل لها رمز او نرسم لها رمز او نكون لها صوره. فبتكون دي مفتاح في الذاكره، ان انا لما اشوف الجزء ده هبتدي افتكر بقيه المقال. وده جزء كبير معتمد عليه الخرائط الذهنيه في التكنيكس بتاعتها. يعني اعتقد ان حضرتك ممكن لخصت لنا او اديتينا احنا كمان كيوردز كده معينه ممكن نتعامل بيها في حياتنا اليوميه، واعتقد الساده المشاهدين ايضا ممكن يتابعوها مع اولادهم بالذات مع بدء دخول المدارس. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذه سحر سامي مدربه الخرائط الذهنيه. شكرا جزيلا. شكرا ليكي. مكملين معاك مشاهدينا بس بعد الفاصل، استنونا.